تبدأ؟ عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، عماد عبد الجواد عبد القادر عماش. منين؟ المنصورة شربين من سكر المدينة إن شاء الله. شايف جايب الأولاد، جيت النهاردة الصبح ولا امبارح؟ لا جاي النهاردة الصبح إن شاء الله. سكت كده. أوعى. جايب الأولاد معاك؟ بإذن الله، ده أولاد أختي يعني. طب ماشي الأخت. أنا اسمي عبد السلام خطاب وجاي من المنصورة برضك الأهلية النهاردة وبس. النهاردة بس. أمل عبد الجواد عماش. برضه جاي من منصورة، جايين النهاردة بس إن شاء الله نساند الثورة ونقف جنب الثوار إن شاء الله عشان نحقق مطالبنا بإذن الله. لا فطرنا الحمد لله. اسمه أسامة عبد السلام خطاب، جاي برضك من منصورة، وإحنا اتفقنا إن إحنا نجي النهاردة عشان نكمل الثورة، لأن في ناس كتير قالت إن الثورة انتهت، بس إحنا بنأكد ونشوف الناس يتحكموا، دول بيقول لك براءة ومش براءة، وإحنا إيه البراءة دي يعني؟ الناس تطلع براءة إزاي؟ إحنا جايين عشان نعيد التحقيق، نعيد محاكمتهم يعني، وإن شاء الله كل ده هينتبه الإعدام يعني إن شاء الله. عرف نفسك. أنا عمار عبد السلام خطاب، جاي برضك النهاردة من منصورة من أهلية عشان الجمعة دي يعني، عشان بقول إن الثورة انتهت وحسن يعني. و أنت ولا هنا معانا؟ اسمك ايه بقى؟ اسمك ايه؟ مش فاضي هو بقى بياخد تفاح ولا ايه ده؟ اسمك ايه؟ قول يا خالد، قول يا خالد اسمك ايه؟ خالد. قول اسمك ايه؟ خالد. دي مش بسكوتة. قول يلا خالد. يا عم اي حاجة. قول يلا خالد. قول خالد. اسمك ايه؟ شكرا يا خالد.